يمكن في يوم رواية، هذا رجل صار يبحث عن دين، يبحث عن عقيدة شيء، فأرشدوه إلى اليهود، كانوا هم يعني بديهم البورصة. فلما جاء إلى اليهود إذا عالم اليهود قال: من نبيكم؟ قال: موسى ابن عمران. نعم نؤمن بنبوة موسى، رجل من أولي العزم. قال له: عنده كتاب وشريعة؟ قال: بلى. قال له: عنده معجزة جاء بها يتخطى بها النواميس الطبيعية؟ قال: بلى. قال له: ما هو إعجازه؟ قال: كانت عند عصا، العصا تحدى بها السحرة ذاك اليوم. قال: هل منكم من يملك تلك العصا؟ قالوا: لا، هذا كانت معجزة خاصة بموسى. قال: إذن الشريعة مؤقتة، لو لم تكن مؤقتة لخلدت المعجزة، خلود الشريعة. أرشدوه إلى النصارى كذلك، أن عيسى كان يحيي الموتى ويبرئ الأكمة والأبرص. قال: هل فيكم من يفعل هذا كفعل عيسى؟ قالوا: لا، هذا خصوصية لعيسى ابن مريم. قالوا: إذن شريعة مؤقتة. فأرشدوه لأمة محمد صلى الله عليه وآله. ما هو معجزة نبيكم؟ قالوا: القرآن، وهذا هو بين يدينا، يعني القرآن ما بين الدفتين. قال: إذن هذه الشريعة التي أرادها الله أن تخلد، إن الدين عند الله الإسلام.